تعالوا نروح للخبر الخاص بتقديم بقى التنسيق والرغبات الكليات الفترة دي. طبعا هو الخبر الأبرز هذه الأيام بعد نتيجة الثانوية العامة، وفي الإطار ده أعلنت وزارة التعليم العالي أنه في إطار الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، من منظور طبعا إتاحة والتوسع في توفير فرص التعليم أمام أبنائنا الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة. تم صدور قرارات بدء الدراسة ب 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية، بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكتروني. قررت وزارة التعليم العالي قبول الطلاب بكليات هذه الجامعات الأهلية والترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر، وتقرر بدء في هذه المرحلة في الفترة اليوم الثلاثاء اللي هو 23/8، يعني الثلاثاء اللي جاي، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني اللي هو هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة www.tansiq.egypt.gov.eg. ده السايت اللي تقدروا ان انتوا تخشوا على الجامعات الأهلية وتبدأوا بالتنسيق لهذه الجامعات، وهيبقى ليها يعني مرحلة تنسيقية مستقلة عن الجامعات الأخرى. طيب،